الثالث من أركان الإيمان. وسامي قسم سامي ركن أركان الإيمان. الإيمان بالكتب المنزلة من السماء. إيمان أرق هما كتابا نسراك الله رب العالمين نازل كتبان في آسمان. نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء. ما إيمان كارن درستين كتابا نسراك الله رب العالمين نازل كتبان في آسمان. نؤمن بأن منزلة غير مخلوقة. ما إيمان كارن كالله رب العالمين نازل كتبا بلكن مخلوق نهان جور كتبين نهان. وأنها كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله سبحانه وتعالى بكلام يليق به سبحانه وتعالى. وما إيشي سرى إيمان كارن كالله رب العالمين كلاما كالله رب العالمين قشتقا هما ورك الله رب العالمين لائقي وقدر قيمته. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، كل رسول معه كتاب. وما إيشي سرى إيمان كارنك هر رسولي الله رب العالمين الرهداتا آي قومة كتابي هم راهداتا. نؤمن بجميع الكتب. وما إيمان كارن درست كتابا سرى. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها. وهر تشيزك مر الله رب العالمين قشتقوا اهني ناما القران القران التوراة الانجيل الزبور الزبور صحف ابراهيم وموسى عليهم الصلاه والسلام صحف ابراهيم وموسى عليه الصلاه والسلام. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من الاخبار التي فيها. وما ايتي سرام ايمان كاري هر تشيزك الله رب العالمين مر قشتقوا ك ا كتابا توك قدام خبرك هستان والاحكام التي فيها وهر حكمي كما كتابا توك هستان. ونؤمن بان القران نسخ هذه الكتب فلا نطالع هذه الكتب. نؤمن بما فيها لكن لا نتعبد ولا نطالع الا القران والسنه. وما ايتي سرام ايمان كاري القران مجيد ادي هر تشيك كتاب هستان درا منسوخ كتغا ناسخ ختم كتغا وهر چیزے کے قران مجید تو کاز مہما ہن چار مہما مطالعہ کنے او ا کتاب مطالعہ او ما پھٹ لوٹ نہ کنے ان تو کا نعم.